مفاجأة. انت ليه ما روحتش الشغل؟ يا حبيبي شغل ايه دلوقتي هو ده وقته؟ مساء الفل. نو ثانك يو مش قادرة. احنا لسه الظهر على فكرة. واحنا بيفرق معانا الصبح ولا ظهر ولا بالليل؟ واحنا بنعتق. سيف معلش النهارده كان يوم وحش قوي. يا حبيبتي لو مفيش مزاج نجيب المزاج. سيبك بقى من ام الشغل ده. بليز. طب ممكن نخليها بالليل؟ احنا بقينا بالليل خلاص. لا على طول كده مش فاهمني مش معقول يا سيف. يا حبيبي ده انا عامل لك احلى مود. بقول لك مش طايقه نفسي مش كده. في ايه يا هديل؟ في ايه مالك؟ مولع لك شمع ومشغل لك مزيكا ولابس لك سيجاره؟ ايه؟ اعمل لك ايه تاني؟ انا زهقت. وانت اللي فاكرني مكنه كل ما هتعوزها هتدوس على الزرار تطلع لك زي فرع العلوم. لا بجد ده ايه التخلف ده؟ ثانك يو على ذوقك. بص يا هديل انا مش جاي اتخانق يا حبيبتي. ساعديني علشان اساعدك، انا حاسس ان احنا بنبعد عن بعض. اساعدك ازاي بقى؟ اعمل ايه عشان اخليك تبطل تتفرج على افلام بور؟ انا عمري ما خنتك. وانت مفهوم الخيانه بالنسبه لك ايه؟ انك تجيب واحده تانية وتنام معاها غيري؟ اه هو ده مفهوم الخيانه، وانا عمري ما عملت كده. مفهوم الخيانه بالنسبه لي غير كده. يا ترى وانا في حضنك بتشوفني انا ولا بتشوف البنات اللي بتتفرج عليهم؟ ومين السبب في ده؟ مش انت اللي عملتي الفطور ده في علاقتنا؟ انا صح. اه صح انت اللي مش عايزه تتغيري ولا تغيري طريقتك ولا تحاولي تفكري ازاي تعمليه بشكل مختلف كده. اللي عيني ترقصي لي ولا حتى محسساني ان انت نفسك تبقي معايا في اي حته ولا اي مكان. انت اللي عايز واحده من الشارع دي شغلتها وانا مش كده وانت عارف كده كويس. انت متخلفه والله العظيم متخلفه وغبيه كمان. مال انك تبسطي جوزك ومال الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ على فكرة الموضوع مش في النوم، الموضوع كله في الإحساس والمشاعر اللي قبل الموضوع ده. ما بلاش أنت تتكلم في الموضوع ده لأنك عمرك ما فكرت تحطني في مود حلو ولا عمرك فكرت أنا مبسوطة ولا لأ. إنما أنت مكنة ما بتفكرش غير في ده وبس وعايز توصل ليه بأي طريقة. إنما أنا عايزة أنا محتاجة مش مهم. يا أخي ده أنا سلمت لك نفسي قبل الجواز عايزني اعمل ايه تاني؟ ومالي اللي انا بقوله باللي انت بتقوليه ده؟ انا ضحيت وانا اتجوزتك ما بعتكيش ما تخليتش عندك ولا بعتك. هو انت كنت ممكن كمان تتخلى عني؟ هديل هديل حبيبتي انا بعمل كل ده علشان ننبسط مع بعض. انت مش كنت عايزه تخلفي؟ مش نفسك تخلفي؟ بالنسبه لموضوع الانبساط فده عندك انت لما تبقى تغير طريقتك. اما بالنسبه للعيال ما اعتقدش ان ربنا ممكن يدينا اولاد طول ما انت غرقان في النجاسه بتاعتك. تصدقي يا هديل انا استاهل ضرب الجزمه انا واقف بتكلم معاكي. انت ما تستاهليش حتى ان انا واقف اتكلم معاكي. انا حمار اني حبيت ارضيكي. اوعي بجد وشك مشرق قوي النهارده فعلا زي القمر. مشرق اوكي ميرسي. انا لازم اروح المكتب اوكي لو سمحتي. الحساب. ميرسي ميرسي. حساب ايه؟ انت صدقتي بجد؟ عملت نفسي مصدقه. لا ده انا كده كل يوم هتلكك واسيب حاجتي واكلمك. مش هرد عليك. ده انت بخيله بقى. انا بخيله ومش عايزه اعزمك تاني. طب عشان خاطر اقعدي شويه كمان. بجد اتاخرت على المكتب. بقول لك ايه صحيح؟ انا كنت عايز اعمل سيتس لورود في الفرع في الشركه عندي، يعني عايز اخد توكيل منك كامل. لا ما ينفعش لان كل اللي بنتجه بصدره لبره، واصلا انا انتاجي قليل. طب والحل ايه؟ الحل الموضوع ده محتاج تفكير. خلاص بقى يبقى نقعد ونفكر. دلوقتي؟ صباح الخير هبه؟ ايه ده ايه المفاجاه دي؟ بابا وماما يا هبه. اتفضلي يا ماما اتفضلي. اهلا يا هبه. اهلا يا ماما. ازيك يا هبه؟ الحمد لله ازيك انت يا هبه. انتوا جيتوا هنا ازاي؟ ابدا انا ومامتك حبينا نشرب القهوه قلنا نغير المكان. بس سوري يا طارق اتاخرنا عليك. اصلي اتخانقت مع اختي ناني في النادي. ليه يا ماما؟ ستي مش كويسه يا طارق الفاظها مش حلوه وبتقعد تعمل بايديها كده وتشوح بايديها وبتتكلم حركات كده وصوتها عالي. عارفه يا هبه لما تلاقي نفسك قاعده مش عارفه تردي على الانواع دي خالص
فاتخانقت معاها وقلت اني ما تجيبيش اختك تاني معاكي. شفتي يا هبه شخصيتها قويه ازاي؟ حكمت على صاحبتها ما تجيبش اختها معاها النادي، حاجه تجنن. طيب انا مضطره استاذن، عندي شغل كتير. بس احنا نفسنا نقعد معاكي يا هبه. خلاص يا انكل تتعوض. المره دي ما تتحسبش يا هبه، انا عايزه اقعد معاكي واعرفك اكتر. ان شاء الله يا دكتور. اجي اوصلك. لا انا عارفه الطريق، عن اذنكم. اتفضلي يا هبه. انت ليه يا ماما تفهميها ان احنا مرتبين كل حاجه وانكم جايين؟ انا بستغرب، يعني احنا جايين نقول نغير المكان ونقعد في حته تانيه، تيجي تعتذري انك تاخرت على ميعاد طارق؟ خلاص ما خدتش بالي. اكيد زعلت. تزعل ليه؟ دي حاجه كويسه ان اهلك يشوفوها، معنى كده ان انت جد ومش بتلعب. وبعدين عايزين نتعرف على باباها ومامتها. ايه رايك يا بابا؟ فكرتني بايام زمان طالع لابوك. ايوه طارق. ايه بقى انت ما بترديش ليه؟ انا اتصلت بيكي 10 مرات، انا قلقت. طارق احنا ما فيش بينا اي حاجه تخليك تجيب انكل وطنط يشوفوني. بابا وماما جم بالصدفه. طارق احنا كبار بدرجه كافيه تخليك تفهم اني بفهم، وبعدين انا ما بحبش الكذب. انا اسف. ما تعتذرش من فضلك، لان اللي حصل حصل. ايه بقى انا عايز اعرفك اكتر. ما انا عارفه ده، بس انا ما باجيش في الاسلوب ده، وقلت لك 100 مره خلينا اصحاب وكل حاجه تيجي في وقتها. بس الظاهر ما فهمتش كلامي. اوعدك اني هفهم، بس انت كمان لازم تحاولي تفهمي ان انا متغير. انا مش فاهم انا ازاي كده. انا ما عنديش استعداد افهم اي حاجه غير اوعدك. حاضر. انت رحتي المكتب؟ لا. امال انت فين؟ في مشوار. طيب اعدي عليكي بالليل. لا لان عندي مواعيد. طيب هتصل بيكي تاني. نتكلم بعدين عشان مش سامعاك كويس. ازيك يا بابا؟ الحمد لله. ازيك انتي؟ الحمد لله. اللي رجع البدر يا بت. ما قلت 100 مره بطلي تقولي كلمه بت دي، بطلي تناديني بالطريقه دي. بت و60 بت كمان يا بتوعد. يا ام هبه خلاص سيبيها. بطمن عليها، ادي اخر دلعك ليها. سيبيها وما تكلمهاش دلوقتي. ها يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.